في عندنا آثار يعني كانت رائعة جدا، لم يبقى منا إلا القليل. بقي قصر يسمى بقصر المشنقة وقصر الحمام، هناك القلعة التي خربت، كنا نقف على القلعة نرى معالم حلب، يعني كنا نشوف حلب، كنا نشوف كفر نوران، كنا نشوف يعني خان العسل، كنا نشوف. هذه كانت تستعمل قديما نقطة مراقبة للحملات الفرنسية، أيضا خربت تماما، لم يبقى منها إلا عبارة عن آبار لحفظ المياه، من سميون جباب جب يعني، وبعض الآثار المتهدمة يعني فقط، لم يبقى منها شيء. في المنطقة هدموا أكثر يعني بنسبة 70 أو 80% نسبة التهديم، والآثار الباقية يعني دليل عليها. عملية التخريب تمت بداية حفر يدوي، ثم توسعت وصار يجي ناس ما عندهم بواقر وعندهم تراكسات، وكانوا يحطوا حراس مسلحين على الطرق الإسفلتية التي تؤدي إلى هذه المعالم الأثرية، وفتحوا طرقات كانت ما بيدخل عليها يعني سيارات، فتحوا طرقات ودخلوا سيارات كبار نسمي السيارات قلاب شحن، حملوا أحجار يعني حجارة أثرية مرسوم عليها يعني نقوش وكذا، وربما المغاير ربما وجدوا فيها أيضا لقى، يعني نحن ما بنعرف شو أخذوا، ما كان نحن بنستطيع أن نواجههم. نطالب أيضا يعني نحن نطالب في ظل هذه الدولة القائمة هنا أن يكون هناك حراس للآثار يحموا هذه المعالم الأثرية من التخريب والحفاظ على ما تبقى منها. بفضل تعاون الأهالي يتم حماية هذه القصور وعدم الاعتداء عليها، مع وجود طبعا اعتداءات يعني لا يمكن التحكم بها. ممكن أن يتم سرقة الآثار بدون علم أحد، قد يأتوا أناس ليلا ويقومون بأخذ بعض الأحجار، فنحن لا نستطيع أن نوقفهم ولا نستطيع ولا نعلم، قد لا نعلم بهذا الأمر، فنجد بعض الأحجار قد فقدت. فلو كانت هذه الأحجار مجمعة في مكان واحد لكان الوضع أفضل، لأن هذه الأحجار مبعثرة في مكان واسع ومن الصعوبة حراستها. حقيقة موضوع الحماية ينقسم إلى قسمين، قسم توعوي يستهدف الهدف منه هو رفع الوعي الثقافي لدى المجتمع بأهمية الممتلكات الثقافية وأهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة، والشق الثاني هو شق إداري قانوني يتمثل بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل المجالس المحلية والوحدات الشرطية في إيقاف التعديات على المواقع الأثرية وتجريم الذين يقومون بالانتهاكات في هذه المواقع.